الو الزراعيه مباشر. حد يسمع لينا؟ انا عندي مشكله مش لاقيين يا بيه. اسمع اسمع حد يسمع. الزراعيه مباشر مع سامح عبد الهادي. قيمة الأراضي الزراعية بتتوقف على قيمتها الإنتاجية، أو بمعنى تاني الأرض دي بتدينا إيه نستفيد منه، إيه المحاصيل اللي ممكن تتزرع فيها. ولما يكون عندنا الأراضي الطينية اللي هي مش موجودة غير في 8 محافظات في مصر، هذه الأراضي من أجود الأراضي المنتجة، ويجي مزارع يفكر إن هو يتعدى عليها ويبني عليها، تبقى هي دي المشكلة. المشكلة ان التركيبة المحصولية عندنا في مصر هتختل. في محاصيل بنستفيد من زراعتها في هذه الاراضي مصر هتتحرم منها. وبالتالي هو بيضيع حقوق الاجيال القادمة في تأمين غذائهم والاكتفاء الذاتي من محاصيل مهمة جدا زي الرز. مفيش واحد من اللي بيبني على الارض الزراعية سأل نفسه ليه مركز البحوث الزراعية ما أصدرش توصيات بإضافة الأسمدة البوتاسية إلى محصول الأرز؟ المحصول ده ما بيتزرعش غير في 8 محافظات دول في الأراضي الطينية. لو فكر شوية هيلاقي إن هذه الأراضي موجود فيها البوتاسيوم، وإن الظاهرة الكهربائية اللي بتوصل البوتاسيوم من الطبقات السفلى في هذه الأراضي إلى بذور الأرز أو بذور الأرز ما بتحصلش غير في هذه الأراضي الطينية. لذلك هو سهل جدا زراعته في 8 محافظات او في محافظات الدلتا. لو احنا حرمنا نفسنا من هذا المحصول هيبقى الحال في الرز زي الحال في القمح. احنا بنستورد 50% من استهلاكنا من القمح. طب الرز هنعمل فيه ايه؟ هنرجع نستورده برضه؟ اي نعم. القمح دلوقتي في مجهود كبير جدا لاستنبات أصناف جديدة والعمل على استغلال الأرض الزراعية ورفع قيمتها الإنتاجية، وكل ده بياخد مجهود كبير من الدولة. طب لما يكون عندنا الرز يبقى لازم نحافظ عليه، وبالتالي نبتدي من الحفاظ على الأرض الزراعية اللي هي مستقبل مصر ومستقبل أولادنا. أهلا بكم في الزراعية مباشر. حكومة حرب. فعلا احنا في حالة حرب حقيقية لدفع عجلة الانتاج والتنمية. صعيد مصر سنوات طويلة من الاهمال والتهميش. اهمال وتهميش متعمد من المسؤولين عن هذه المحافظات او من المسؤولين عن الدولة عموما. صعيد مصر يعاني من العديد من المشاكل. لكن في هذه المرحلة في جهود كبيرة جدا مبذولة من جانب الدولة لتحقيق نوع من الرضا أولا عند المواطن في هذه المحافظات، ثانيا تنمية حقيقية وإحساس المواطن بانتمائه إلى مصر مرة أخرى، البدء في وضع حجر الأساس لمشاريع تنموية، وأيضا العمل على حل مشاكل موجودة فعلا وتحتاج إلى قليل من الدعم من الجهات المسؤولة لتعطي إنتاجية لأبناء هذه المحافظات، وفي الآخر مصر هي اللي مستفيدة. معانا مداخلة من سيادة اللواء محمود عطيق محافظ سوهاج. برحب بحضرتك معانا في الزراعة مباشرة يا فندم. أهلا بيك. أهلا وسهلا. سيادة اللواء، كان هناك زيارة أمس من الأستاذ الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة وإصلاح الأراضي، تم خلال هذه الزيارة افتتاح العديد من المشاريع وأيضا وضع حجر أساس لمشروع التغذية المدرسية. هناك تعاون دائم ما بين حضرتك وما بين معالي الوزير، يا ريت حضرتك تكلمنا عن هذه المشاريع وعن الخطط المستقبلية السريعة اللي من خلالها نقدر نحقق نوع من الرضا لدى المواطن في محافظة سوهاج. بداية يعني الدكتور أيمن أبو حديد أنا بشكره طبعا الفورية لمطالب محافظة سوهاج. في الزيارة السابقة لمحافظة سوهاج الدكتور أيمن أنا طلبت منه شخصيا إن احنا عايزين نفتح مصنع تغذية للمدارس في سوهاج. سوهاج محافظة كبيرة
فيها مدارس كتير، يعني سوهاج أربعة داخل 4.5 مليون نسمة. أيوة فعلا. وحجم المدارس فيها كبير، وعندنا مشكلة فعلا في التغذية المدرسية، إن كل المنتجات اللي بنجيبها من وجه بحري أو من القاهرة. أيوة. وبالتالي في مشاكل في النقل وفي التوريد وفي التخزين، ودي السبب في مشاكل تغذية المدارس. فمجرد ما طلبت منه الطلب ده بالأمانة في نفس اليوم وإحنا قاعدين في العربية ماشيين من المطار، اتصل بالقاهرة وقال لهم ادرسوا نفتح مصنع في سوهاج، ولجنة تنزل تشوف الأرض اللي المحافظ هيخصصها لنا. أيوة. وفعلا جت اللجنة وخصصنا الأرض ووافق عليها مجلس إدارة المناطق الصناعية، وطلعنا قرار التخصيص وسلمنا الأرض لمديرية الزراعة، وامبارح كان بوصول الوزير حطينا حجر الأساس، وإن شاء الله يعني على العام الدراسي الجديد هيبدأ فعلا توريد منتجات المصنع لجميع مدارس سوهاج إن شاء الله. وده شيء يعني يضاف فعلا للدكتور أيمن فريد أبو حميد. ده بالنسبة للمصنع. أيوة. بالنسبة إحنا كنا إحنا شغالين فعلا في المحافظة مع التنمية المحلية مع الصندوق الاجتماعي مع كل الجهات في الدولة إن إحنا ننمي المشروعات الصغيرة في قرى الصعيد عشان نتغلب على البطالة وعشان نرفع مستوى دخل الأسرة، لأن محافظات الصعيد محافظات فقيرة ودخل الأسرة فيها ضعيف علاوة على نسبة البطالة العالية. أيوة. كان من ضمن المشروعات دي برضو اللي عرضها علينا في الزيارة اللي فاتت الدكتور أيمن أبو حديد موضوع المعدات أو مكن إنتاج الألبان أو منتجات الألبان. أيوة. وحدة لإنتاج منتجات الألبان، وفعلا بعت لنا وحدة لمديرية الزراعة على أساس إن إحنا نشغلها ونجربها وندرب عليها. جميل. امبارح كنا بنفتتح الوحده دي، وكان شاف في الزياره المدربين من جميع مراكز المحافظه، وكان وشفنا الانتاج بتاع الوحده، وفعلا وحده جميله. لو تبنينا احنا ان احنا نوصل الوحدات دي، محافظه سوهاج بتشتهر بتربيه المشاية، و70% من سكانها ريف. ايوه. وعندهم في كميات كبيره من الالبان يقدروا يستخدموها من خلال الوحدات دي في تصنيع منتجات الألبان. فإحنا ركزنا على الوحدة دي على أساس إنها أول وحدة ووحدة تدريبية وموجودة في مديرية الزراعة، ويمكن طلبنا امبارح من الدكتور أيمن إن إحنا عايزين 15 وحدة نوزعهم على مراكز المحافظة بحيث تبقى قريبة من الناس ويقدروا فعلا يستفيدوا من التجربة. هتبقى مشروع يدخل دخل كويس للشباب وللأسرة في سوهاج. سيادة المحافظ، يعني امبارح كان في احداث كثيرة جدا ومعالي الوزير كان مشارك فيها، وشفنا حقول القمح. الانتاجية كانت جميلة جدا ومحصول وفير. الاستعدادات من جانبكم لاستقبال هذا المحصول والتعاون مع المزارعين في توريد منتجاتهم؟ طيب احنا عندنا حوالي 200 الف بدان مزروعين قمح. ايوه. الحقل اللي زاره امبارح سيادة الوزير هو زار حقول كتير وشاف زراعة القمح في سوهاج وكان معجب بيها جدا. الحقل اللي رحنا امبارح ده حقل ارشادي وبتشرف عليه مديريه الزراعه، ويمكن شايفين السنابل بتاعته وانتاجه عامل ازاي، فعلا من العقول المميزه. كان سعيد جدا امبارح الوزير بالحقل ده، وكنا رايحين الزياره دي عشان نشوف الحقل دوت عشان ننقل برضه للمزارعين قد ايه اللي بيمشي مع الارشاد الزراعي بيقدر يوصل لانتاج كويس. ايوه. وفي نفس الوقت احنا كنا رايحين دار السلام عشان نشوف مشكلة قرى الخريجين في قرية صديق منشاوي، وتعرضت عليه من الشباب، وان شاء الله نقدر نحل مشاكلهم. ووعدهم انه هيحل مشاكلهم، ويمكن اللقطة دي كان بيقول لهم ايه اللي هيتم بالنسبة لقرية صديق منشاوي من الكهرباء او الري او الزراعه. بالنسبه للكهرباء حضرتك، يعني احنا دايما بنستمع لاراء المزارعين. سمعنا راي امبارح كان جميل جدا من احد المزارعين بيقول احنا عايزين الطاقه الشمسيه. احنا ممكن ان احنا ندخل الطاقه الشمسيه لمحافظه زي محافظه سوهاج، او حضرتك تدعو المستثمرين للاستثمار في هذا المجال؟ يا ريت. احنا شغالين فعلا في الموضوع ده، وبندرس مع مجلس الوزراء ومع البيئه ومع التنميه المحليه ان احنا فعلا نبدا ندخل الطاقه الشمسيه في سوهاج. الشمس في سوهاج طول السنه موجوده،
ونقدر نستفيد بيها استفادة كبيرة، وياريت احنا داخلين فعلا بدراسات بالنسبة لاستخدام الطاقة الشمسية. سيادة اللواء محمود عطيق محافظ سوهاج، انا بشكر حضرتك يا فندم. يعني المجهود اللي احنا بنتابعه داخل محافظات صعيد مصر يبشر بالامل، ان هذه المحافظات ليها مكانة خاصة جدا لدى الوطن. القدرات البشرية الهائلة اللي موجودة في هذه المحافظات مهمة جدا لدعم مصر والمساندة في المرحلة اللي احنا محتاجين فيها كل السواعد المصرية المنتجة. ايضا هناك اراضي زراعية خصبة جميلة جدا بتصلح لجميع الزراعات تقريبا، وبنشوف الانتاجية العالية وبنشوف المناخ الجيد لهذه المحافظات اللي بيساعد على الزراعات. المجهود اللي احنا بنشوفه دلوقتي وبنتابعه في هذه المرحلة يبشر ان صعيد مصر هيعود مرة اخرى لخارطة التنمية في مصر. معانا اتصال هاتفي من المهندس محمد احمد عثمان وكيل وزارة الزراعة بمحافظة سوهاج. اهلا وسهلا بيك معانا. اهلا وسهلا بحضرتك. يعني انا عاوز ابتدي مع حضرتك واطمن على توريد القمح، متى سيبدأ توريد القمح او هو ابتدى عندكم في المحافظة؟ السعر المعلن، هل هناك أماكن لتخزين الكميات؟ المزارعين إن شاء الله يوردوها. هو بالنسبة لتخزين القمح في أماكن لتخزين القمح، وفي يعني بالنسبة للتوريد يبدأ بعد حصيد القمح إن شاء الله، يبدأ توريد القمح إن شاء الله في شهر 5 أو 6 إن شاء الله. 5 أو 6، يعني احنا من المحافظات اللي احنا بنسلم فيها. كميات الأسمدة، وهل عندكم حصر حقيقي لمعدل الكميات اللي احنا محتاجينها علشان نقدر نوفرها للمزارعين في وقتها؟ هو بالنسبة للأسمدة يعني المحصول مش كل كافية يعني للفدان، يعني مثل الفدان القمح بناخذ حوالي 6 شفائر أو 7 شفائر في السماد، بيصير 3 شفائر في السنة، فمش معتقدة كافية للفدان يعني. وحضرتك المهندس محمد أحمد عثمان؟ أنا محمد أحمد عثمان مدير مدرسة طلاب الحديد الابتدائي. مدير مدرسة؟ آه. أيوه. احتياجاتكم ايه بالنسبه للاسمده؟ بالنسبه للاسمده زياده الاسمده يعني من شدان، بدل ما 3 شفائر مثلا يكون 6 شفائر مثلا من شدان في السنه. طيب احنا شفنا عندكم الحقول الارشاديه امبارح بالنسبه للقمح، وكانت مزروعه بالتوصيات الفنيه اللي وزاره الزراعه بتنتهجها، وهي 3 شكائر بس بالنسبه للقمح. ليه ما بيبقاش في يعني منكم وجود داخل هذه الحقول ومتابعه لطرق الزراعه المختلفه هناك؟ في متابعة من الإدارة الزراعية عندنا هنا في مكة بيت السلام، سيادة مدير الإدارة الزراعية الأستاذ خميس يعني جاي بدور مجهود كويس وبذل مجهود في الحقل الإرشاد الزراعي يعني. أنا بشكر حضرتك يا فندم وألف شكر مرة ثانية. يعني كنا اتكلمنا قبل كده في الزراعية المباشرة عن الحقول الإرشادية وشفنا مدى أهميتها، وإن الحقل الإرشادي يعتبر مدرسة داخل الأرض الزراعية، بنتعرف من خلال وجود المزارع على التوصيات الفنية وعلى أساليب الزراعة الحديثة. يعني بنسمع آراء كتيرة جدا إن أنا محتاج 6 شكاير للفدان ومحتاج 10 شكاير، وفي ناس بتتكلم عن القصب بيقول أنا عاوز طن أسمدة علشان الفدان الواحد. الحقول الإرشادية موجودة ومتوفرة، وياريت يبقى في زيارات متكررة ونسأل في الإدارة الزراعية عن الحقول الإرشادية وأماكنها. هنلاقي المهندس الزراعي بيقول لنا على مواعيد الأيام الحقلية وعلى الجداول وعلى أماكن هذه الحقول. معانا من سوهاج مين؟ حاج محمد من سوهاج، أهلا وسهلا. سيادتك العمدة محمد أحمد محمد عبد المطلب، عمدة المغاميش دار السلام سوهاج. أهلا وسهلا يا حاج. أهلا بحضرتك يا فندم. اتفضل. يعني بالنسبه لزياره معالي السيد الوزير دي شرف لسوهاج ونورتنا، واسعد كل الفلاحين انه اكبر مسؤول في وزاره الزراعه ينزل لغايه الحقول، فدي سابقه يعني اول مره نشوفوها، وان شاء الله تكون بدت خير على مصر ان شاء الله. وان شاء الله يعني مجهود مجلس الوزراء كله المنتشر في كل المحافظات ده برضو يبشر بالخير ان شاء الله، وربنا يساعدهم.
ويجويهم باذن الله. حضرتك عمده المجاميش، واحنا عارفين ان انت دايما بتقعد مع المزارعين وبتسالهم عن احتياجاتهم وايه مشاكلهم. لو انت تحب توجه رساله دلوقتي للمسؤولين اللي بيسمعونا عن اهم المطالب لاهالي سوهاج عموما. اهم المطالب سعادتك تزويد محطات الميكنه بالمعدات اللازمه. ايوه. في عندنا محطات ميكنه حاجات هيكليه ما فيهاش اي معدات. ايوه. اجي انا كمزارع عايز جرار، عايز حاجه اروح اجيبها من المحافظه ويعد عليها العداد من اول ما يطلع من المحافظه لغايه ما يوصل عندي في اقصى المحافظه. يعني انتم محتاجين معدات، يعني محتاجين ميكنه. دي اول نقطه. ايوه. تاني أول نقطه في محطه ميكنه عندنا في دار السلام في عرب الصبحه او صديق المنشاوي، عايزينها دي تشتغل بكفاءتها العاليه ان شاء الله. تمام. النقطه الثانيه توفير الاسمده للمحصول القادم، تمليات وتوزع في الجمعيات الزراعيه بدل من بنك التنميه. يعني الجمعيات كان في نوع من السهوله في الموسم الشتوي. الو. الموسم الشتوي تسليم الاسمده كان عن طريق الجمعيات، حصلت فيها مشاكل؟ لا 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 لا، ممتازه ممتازه واكثر من ممتازه. جميل. طيب. عايزينها تستمر في الجمعيات، وعايزين الكميات تبقى اكثر سنه كده في الكيماوي يعني. طيب. بالنسبه انا عايز اسالك عن الدوره الزراعيه، ممكن المزارع عندنا في محافظه سوهاج يتقبل ان الدوره الزراعيه تعود مره اخرى بحيث ان يبقى قطاع الميكنه الاليه في سهوله للوصول الى هذه الزراعات والتعامل معاها بخدمه الارض او خدمه ما قبل الحصاد، يكون في حقول ارشاديه من خلالها تقدر تستفيد المزارعين في جميع الاراضي التابعه للدوره الزراعيه؟ ممكن، ليه لا؟ بس برضه مع ملاحظه انه تفتيت الحيازات، وبدل ما كان راجل واحد بيجي ورثه مثلا كذا واحد ويجي كل حقل تقسم الى خمسه وسته، فبرضه دي بتبقى صعوبه على التجميعات. ايوه. يعني الدوره الزراعيه هتبقى مفيده. مفيده طبعا الدوره الزراعيه لو تمت احسن. الحاج محمد احمد عبد المطلب عمده المجاميش، انا برحب بحضرتك وبشكرك مره ثانيه على وجودك معنا في زراعه مباشر. يعني الوعي بيزداد لدى المزارع علشان يقدر ان هو يستفيد من ارضه بكل الطرق. لما نشوف ان مزارع من محافظات الصعيد في مصر بيطالب بالطاقه الشمسيه، يعني هو بيبص لبكره وبيبص للتكنولوجيا اللي موجوده دلوقتي وعايز يستفيد بيها في ارضه. سمعنا دلوقتي عن الميكنه واهميتها وان المزارع دلوقتي محتاجها علشان يقدر يستخدمها وتسهل عليه زراعه ارضه وخدمتها. طبعا احنا هنتواصل مع قطاع الزراعه الاليه بوزاره الزراعه علشان نشوف ايه الخطه المستقبليه لدعم محافظات الصعيد عموما ومنها محافظه سوهاج، لان في الفتره دي احنا محتاجين ان احنا نتواصل معهم بكل الطرق والخدمات الموجوده داخل وزاره الزراعه تبقى متوفره في جميع محافظات مصر. من اهميه الزراعه الاليه ان هي بتوفر على المزارع مجهود كبير جدا، ايضا بتوفر له وقت وبتوفر له في العماله، بيقدر ان هو يحافظ على محصوله اثناء فتره الحصاد، وبالتالي بنقدر ان احنا نزود من انتاجيه هذه الاراضي الزراعيه. كمان عايز اتكلم وارجع مره ثانيه لمشكله التسميد اللي انا دايما بشوف المزارعين بيسالوا عنها وبيستفسروا. ما تشغلش بالك بالسماد، لان التفريط في التسميد هو شيء غير مفيد للارض الزراعيه. إذا كنا بنروح ونشوف في الحقول الإرشادية الإنتاجية عالية جدا، وكان عندنا نموذج في سوهاج امبارح شفناه واتفرجنا على سنابل القمح واتفرجنا على الإنتاجية العالية جدا، وإن هذه الحقول يتبع فيها جميع الإرشادات الفنية والتوصيات اللي وزارة الزراعة بتعلن عنها، وبالتالي فهي بتدي النتيجة المقبولة والمعقولة لهذه المحاصيل. معانا من محافظة الشرقية الحاج سيد. أيوة. السلام عليكم. السلام عليكم حاج سيد، أهلا وسهلا. إزيك يا أستاذ سامح؟ الحمد لله. احييك يا فندم. شكرا، اتفضل. اسمح لي ان انا اقدم التحيه الاول والشكر لمعالي الوزير ايمن ابو حبيب. شكرا. على الجهود الجباره طبعا اللي بقدمها في الدوله، بشكره. ثاني حاجه حضرتك هنتكلم فيها، طبعا الفلاحين بيتعرضوا لمشاكل كتير بتتمثل في طبعا قله الاسمده والري والطرق والحاجات دي، طبعا لو بنتكلم في كده هنتكلم على حاجه بتهم الدولة خالص خالص خالص، وهي طبعا التعدي على الأراضي الزراعية يا أستاذ سامح. أيوة. طبعا أنا بتكلم في الموضوع ده على طول وهفضل أتكلم فيه لما أشوف طبعا فيه إيه يعني بند حالي. طبعا
طبعا التعدي على الاراضي الزراعيه، كل الناس بتشوف ان الاراضي طبعا زرعه وبيخش في المحافظات، كل الاراضي زرعه، بيقول لك ان الدوله كلها زرعه. طبعا اللي احنا بنزرعه في الدوله 5%، 5% من طبعا من ارض الدوله اللي احنا بنزرع عليه. طبعا لما نتعرض ونقلل ال 5% دول ان احنا نتعدى عليهم بالاراضي الزراعيه، طبعا دي بيعرضنا طبعا لان طبعا من محتاجين غذاء، محتاجين حاجات طبعا من احنا مستوردها طبعا من بره. طبعا الغله والحاجات اللي احنا مستوردها من بره الغذاء دي بتتعرض طبعا لتلوثات وهي جايه، وطبعا منها الاجنه. وطبعا طب حاج سيد انا عايز استغل الحس الوطني اللي عند حضرتك ده. وبنشوف الحملات اللي بتنزل وفعلا بتقوم بازاله هذه التعديات، مجهود كبير الدوله بتبذله، لكن احنا محتاجين دلوقتي لدعم المزارعين نفسهم. يعني لو الاهالي تكاتفوا مع بعض في مواجهه، كل واحد او كل جار بيبني على ارضه الزراعيه بطرق عديده، منها الابلاغ ومنها التوعيه ومنها النصيحه، برضه ده هيبقى دعم للدوله. مفروض حضرتك يا استاذ سامح ينزل حد مسؤول ويجمع مع مدير الجمعيه والمراقبين على مستوى الدوله كلها، ويعرفوا ان الدوله بتتعرض للتعديات دي. حضرتك المسؤولين موجودين، المسؤولين موجودين مع المزارعين في كل وقت، معالي وزير الزراعه بينزل بنفسه. كل جمعيه مثلا يبقى لها في الشهر يوم، ويجمعوا الناس ويعرفوا الناس بان الارض دي اللي احنا بنزرعها دي مساحه قليله خالص. انا عايز افكرك بحاجه، حضرتك بتكلمني عن دور المسؤولين دلوقتي. معالي وزير الزراعه بنفسه بينزل في هذه الحملات وبيشرف على الازاله، الجمعيات الزراعيه بتشارك في هذا الدور، الادارات الزراعيه، كل مسؤول في الدوله دلوقتي بيتحرك لازاله التعدي على الاراضي الزراعيه ووقف هذه التعديات. انا بتكلم عن الدور المجتمعي، لازم يرجع مره تانية. يعني احنا عندنا في الارياف زمان في بلدنا العمده كان ليه كلمه، والعائلات الكبيره ليها كلمه، وكان وكان كبير العيله ليه كلمه. لو احنا عايزين نرجع الدور ده مره تانية علشان احنا نقضي على هذه الظاهره. في الفتره اللي فاتت دي يا استاذ سامح الكلمه راحت طبعا في الفتره اللي فاتت دي، وطبعا يعني اللي عاوز حاجه بس طبعا الدوله رجعت والامن رجع. حاج سيد انا بشكر حضرتك، ولكن انا اللي زعلني او الشيء المؤسف في هذه المداخله ان الكلمه راحت، وقيمه المواطن في مصر لازم ترجع مره ثانيه. المواطن لو حس بقيمته وحس بكرامته وحس ان ارضه دي غاليه لازم يحافظ عليها، ولازم الكبير يبقى مسموع كلامه. عاوزين نشوف العمدة بتاع زمان اللي هو كان بيوجه قريته وبيوجه أبنائها، بيوجههم دلوقتي ان هم يحافظوا مرة تانية على الأراضي الزراعية. العائلات الكبيرة في هذه المحافظات كان ليها كلمة وكانت كلمتها مسموعة، لازم ترجع الدور ده مرة تانية علشان تحافظ على أراضيها الزراعية. إذا كان الأمن بيتعافى في هذه المرحلة لازم احنا نقف جنبه ونساعده في التغلب على هذه الظاهرة ونحافظ على مصر، لأن في الفترة القادمة كل شبر بنخسره من الاراضي الزراعيه مش هنقدر نعوضه. الاستصلاح الدوله دلوقتي بتسعى جاهده لطرح اراضي جديده، لكن احنا عندنا الاراضي المنتجه اللي موجوده اللي احنا نقدر نستفيد منها النهارده مش بكره. معانا الحاج رجب من محافظه الغربيه، اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دلوقتي انا عندي مشكله في الكيماوي، يعني انا معايا ارض اوقاف. معاك ايه؟ معايا ارض اوقاف. ارض اوقاف. وفي قصة اللي هو الكيماوي اللي هو من ضمن حصة الطيخ، قال لي لا مالكش. بقول له ليه ماليش؟ طب ما انا بحطها مع الخيط. قال لي لا مالكش. انت زارع ايه يا حاج؟ انا زارع غل دلوقتي الكيماوي اللي هو من حصة الطيخ. لو سمحت وقف مكان تكون الشبكة معتدلة فيه، صوتك مش واضح. ماشي. زارع ايه انت؟ انا زارع غل، فهو بيتقلب جزء ده من حصة الطيخ اللي انا عارف. انت زارع غله، غله بيتصرف لها كام شكاره عندك؟ ثلاثة. صرفت منهم قد ايه؟ انا معايا فدان وشويه، ثلاث فدان وشويه. صرفت قد ايه من حصتك؟ ما ادانيش حاجه منه. طب انت ارضك فين بالظبط؟ انا ارضي في محله مرحوم. محله مرحوم؟ ايوه محله مرحوم. الجمعيه جمعيه ايه؟ جمعيه مرحوم. جمعيه ايه؟ جمعيه محله مرحوم. طيب هنتابع وهرد على حضرتك. حضرتك ارض اوقاف قلت لي. شكرا يا حاج رجب. في اكتر من اتصال هنتابعهم مع بعض النهارده. عايزين نشوف في قطاع الزراعه الاليه بوزاره الزراعه الخطه المستقبليه لتوصيل هذه الخدمه لمحافظات الصعيد عموما، ومنها محافظه سوهاج اللي احنا تلقينا منها اتصال.
ايضا عايزين نتكلم عن اراضي الاوقاف وعدم صرف الاسمده في جمعية زراعية بمحلة مرحوم. كان في مشاكل كتير اتعرضت علينا وتابعنا مع المسؤولين هذه المشاكل عشان يبقى في ردود. النهاردة يعني هنحاول في بعض المشاكل هنعرضها عليكم. يعني كان عندنا مشكلة عن التعدي عن الأراضي الزراعية في مديرية أسيوط وتحولت هذه المشكلة وجالنا قرارات من الجهات المختصة بالمحافظة ان هناك خطة زمنية لتنفيذ هذه المخالفات وإعادة الأرض إلى طبيعتها الزراعية. بطمن كل واحد بيشتكي ان الأرض الزراعية بيبني عليها هيجي يوم وهيتنفذ التنفيذ، واليوم ده بقى قريب جدا، والمتعدي على الأرض الزراعية مش هيقدر يستفيد من أرضه مرة تانية لأن القوانين الدولة دلوقتي بتدرسها هتبقى قاسية وصارمة. الشكوى اللي كان جاي لنا دي كانت جاية من السيد أحمد عبد النبي عبد العاطي من محافظة أسيوط. معانا المهندس عاطف من محافظة الشرقية، أهلا وسهلا. أهلا يا بيه، إزيك يا أستاذ سامي؟ الحمد لله يا فندم. يعني الكلام اللي بتقوله على التعدي على الأراضي الزراعية دي على الله إنه يتنفس كويس قوي، لأن إحنا مش أراضينا اللي إحنا بنتصرف فيها دي أراضي من 10,000 سنة. صح. دي أجيال ولسه أجيال بعديها هنورثها ولا يمكن هنعوضها. صح. مهما نصلح أراضي وإن كان في مية ولا ما في، لا يمكن. دي حاجة. الحاجة الثانية تخبط في الأسمدة. أنا عضو الجمعية العامة للائتمان الزراعي في صرف أو في أوامر صرف الأسمدة. أيوه. مرة يقولوا هنصرف شكارتين، وبعدين الوزير قال 3 في أحد الاجتماعات. ده بالنسبة للقمح. بالنسبة للمحاصيل الصيفية. القمح خلاص انتهى. نوقف الصرف فيه خلاص. أيوه. خدت بالك؟ وبعدين النهاردة بيجي أوامر بشكارة، وأنا عشان أخد 3 شكاير أروح على 3 مرات. يعني هو الحصة اللي هي 3 شكاير تتصرف على 3 مرات على أكتر من مرة. يعني ده بالنسبة للمحاصيل الصيفية اللي هو الاستراتيجية، القطن والرز والذرة. الأوامر دي جاية منين أو التعليمات دي؟ التعليمات بتجي لنا أول بأول من الوزارة أو من المديرية، تجلنا اول باول كل يوم. بقول لك التعليمات من اسبوع كان شكارتين، النهارده يجي التعليمات بشكاره. يعني كل يوم بتيجي تعليمات انما الحصه هي ثابته بالكامل، لكن التعليمات بتيجي لطريقه الصرف وتقسيم الحصه. ما هي مشكله في اسمده متوفره وقالوا حسب المتاح. دلوقتي في حاجه ثانيه، يا ريت غير كده، واقفين الصرف للبساتين والخضار. البساتين دلوقتي في يعني احوج الحاجه لصرفها، تصرف وتاخد اسمدتها دلوقتي. هي المفروض في شهر 2 و3 بتاخد اكبر كميه من الاسمده. ازاي اوصلها بس؟ طيب هيجيب منين؟ انا يعني بوعدك ان في حلقتنا النهارده هرد على النقط المهمه اللي انت اتكلمت فيها عن الاسمده دي، لان موضوع السماد بالنسبه للمزارع المصري هو موضوع حياه او موت، لازم يحصل على السماد. بس انا مش مشكله، انا بتكلم على ما تديش ليه البساتين والخضار، ليه ما تدوبش؟ هرد عليك النهارده برضه. والحاجه الثالثه معلش انا بتكلم. اتفضل. بالنسبه للميكنه، ايوه، دلوقتي الميكنه تقريبا عدمانه محطات الميكنه اللي كانت. انا بحتار عشان اجيب جرار تحت التربه او تسويه الليزر، يعني عدد فيه مشاكل اي موجوده بس متهالكه. يعني مركز زي مركز فوز في محطه في الغزالي ما فيهاش الجرار واحد اللي بيشتغل بالليزر. مركز ايه؟ فؤوس شرقيه. فؤوس. بالليزر ما فيش الا جرار واحد، واحنا بنطلب، وده على مستوى المحافظه مش على مستوى هنا يعني. فاحنا بنتمنى في حاجات، والري في مشاكله، لكن هنعمل ايه؟ ظروف بلدنا كده وربنا يسهل يا رب. الف شكر حاج عاطف. شكرا يا باشا. طيب حاج عاطف سأل أكثر من سؤال مهم جدا، في جزئيتين اتكلم فيهم، صرف الأسمدة والآليات لصرف الكميات المخصصة، الجزئية الثانية الميكنة. معايا دلوقتي الدكتور محمد الشحات عبد العزيز رئيس قطاع الميكنة، برحب بحضرتك معايا في الزراعية مباشرة يا فندم. دكتور محمد. أيوه يا فندم. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام يا كابتن. المزارعين بيسألوا عن الميكنة الزراعية خصوصا. أيوة في محافظات الصعيد،
هل هناك خطة يعني لتطوير هذا القطاع في محافظات الصعيد في الفترة المقبلة تكون سريعة تقدر تلبي احتياجات المزارعين في هذه المرحلة؟ والله احنا دلوقتي في الوقت الحالي احنا بنحاول نطور القطاع بحيث يغطي كل محافظات الجمهورية وبالاخص محافظات الصعيد. على سبيل المثال عندنا في منطقة حرب السواج حوالي 9 محطات ميكنة زراعية. اضافة في المنيا وفي الفيوم لغاية ده وفي في اسوان وفي الاوينات كل محافظات الصعيد فيها ميكنة زراعية، ولكن بنحاول نجدد المعدات وآلات الحصاد بما يتناسب مع المساحات المتاحه لدى المزارعين. احنا عارفين ان معظم ارض الصعيد مساحات ضيقه تحتاج الى الات خاصه وقدره عاليه بالنسبه لعمليه الحرث وعمليه الري وعمليه الحصاد. احنا ان شاء الله دلوقتي بنجهز لعمليه الحصاد الان، بنجهز المحاشات الذاتيه الحركه اللي بتناسب المزارع اللي عنده فدان وفدانين وثلاث فدانين واربع فدانين. واما القبات الكبيره اللي هي عرض 6 متر و5 متر دي بتناسب المساحات الكبيره. فالقطاع الحمد لله دلوقتي بسبب حصاد معظم القمح اللي فيه محصاد الصعيد. يعني القطاع جاهز لموسم القمح؟ ان شاء الله احنا جاهزين، وبالفعل احنا حركنا 6 كومباينات في منطقه العوينات بالامس هم جاهزين للعمل، واضافه الى منطقه الفيوم والمنيا وسوهاج معظم محافظات الصعيد فيها ميكنه حاليا. يعني سوهاج مثلا محطات الميكنه اللي موجوده فيها فين؟ في سوهاج في 9 محطات في سوهاج، في المراغة وفي دوديس وفي دار السلام وطمة وبندا، في معظم يعني زي ما بتذكرهم حاليا موجود فيهم ميكنة زراعية. جميل جدا. كان معايا مداخلة من محافظة الغربية وكان في محافظة الشرقية آسف، وكان في محطة في فاقوس في الغزالي. المحطة دي موجودة ومحتاجة لنوع من التطوير والدعم، لأن المزارع بيقول إن المحطة دي مش شغالة وما بتخدمش الأهالي. المحطة الغزالي؟ أيوة فندم. ده المحطة الغزالي في فاقوس. يعني مطلوب منه هو كان عاوز معدة إيه ومش موجودة. كل ما كانت موجودة في المحطات الصغيرة دي. دي محطات موجود فيها الآلات اللي بتناسب الدلتا. أنت عارف برضه الدلتا مساحتها برضه مش مساحات كبيرة. يعني أكبر مزارع مثلا صغار مزارعين عنده فدين وخمس فدين. أيوة. في عندنا كومبايات اليابان اللي بنجهزها لحصاد محصول قمح. في محاجات صغيره برضه بتناسب المزارع اللي في الدلتا. عنده ليزر، عندنا جرارات الليزر، عنده تحت التربه، عندنا حفارات تحت التربه. مكاريس دراسه متوفره في كل المحطات الموجوده في الشرقيه وفي الداليه وفي الغربيه. ايوه. طيب انا دلوقتي ببلغ كل المزارعين اللي بيشوفوا الزراعيه مباشره على الهواء مباشره اللي في مشكله في قطاع الميكنه هيتواصلوا معانا وهنعرضها على حضرتك بحيث ان احنا نقدر نوصل لهم الخدمه دي. احنا تليفوني مفتوح 24 ساعه ومكتبي مفتوح وكل ضمانات في مستوى على مستوى القطاع كله من رصاد الدوله المركزيه ومدير المحطات عندهم تعليمات صارمه ان تلبيه كل مطالب المزارعين من صغار المزارعين لكبار المزارعين وتلبيه طلباتهم باسرع وقت. واي مشكله بتقابلنا بنحاول نحلها في اسرع وقت عشان نوصل بالذات لحصاد موسم القمح. انت عارف دي محصول قومي ولازم الكل يتحرك في هذا الاتجاه. ان شاء الله دكتور محمد الشحات. مفتوح ورقم تليفوني مفتوح وهم كلهم عارفين يعني المديرين كلهم عارفين. انا بشكر حضرتك يا فندم وان شاء الله نقدر ان احنا نحقق الرضا عند كل المزارعين عن هذا القطاع المهم جدا في هذه المرحله. شكرا مره ثانيه الدكتور محمد الشحات عبد العزيز رئيس قطاع الميكنه بوزاره الزراعه. كده اتكلمنا عن الميكنه النهارده والاستفسارات اللي كانت من المزارعين. بفكر المهندس عاطف من الشرقية ان احنا هنتكلم عن آلية صرف الأسمدة بالنسبة للبساتين والخضار وبالنسبة للمحاصيل الصيفية، ولكن بعد الفصل. ثروتنا الحيوانية مع الأستاذ الدكتور محمد فراج. الاثنين
في السادسة مساء على مصر الزراعية. مفيش أهم من أطفالنا بالنسبة لنا. مهم جدا الأمهات تعرفوا إن الرضاعة الطبيعية هي الأساس. مش كده احنا دايما بننصح بالفحص الدوري والاكتشاف المبكر للسرطان. الروائح الكريهة تزيد من القلق والعدوانية عند الناس خاصة الأطفال. من حق المريض في كل مكان في العالم إنه يعرف إن هو هيتعالج إزاي. سلامتك السبت والاثنين في الخامسة والنصف مساء على مصر الزراعية. هذا البرنامج الذي يعرض على شاشة قناة مصر الزراعية، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة وهذا البرنامج الجديد هدى للمتقين. أهلا بك قناة مصر الزراعية، عشان أنت نفسك تسمعنا عملت البرنامج. كلنا بنقول لا إله إلا الله. لو أنا مسلم ودعوتي اللي أنا هطلع هتعمل فتنة وهتعمل مشكلة لازم أأخرها شوية. الشيخ أحمد صبري. لا إله إلا الله، إنك تتعلم معنى التوحيد. اوعى تفكر ان طريق الحرام هو طريق الهداية. بنصحى من النوم نقول لا إله إلا الله. هتكلم معاكم في القضايا المتعلقة بيكو كفلاحين، زكاة الزروع. هتكلم معاكم في البرنامج في كل ما يتعلق بحياتنا وآخرتنا. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. الشيخ أحمد صبري على الهواء مباشرة في هدى للمتقين. هدى للمتقين الأربعاء والخميس في الرابعة مساء على مصر الزراعية. في البرنامج نوضح الحقيقة. سمعنا مؤخرا عن نقابة المهن الزراعية للفلاح. وزير الزراعة نبحث إنشاء نقابة مهنية للفلاحين ترعى مصالحهم. هنا الحقيقة. سياسة الائتمان بتاع البنك بدأت بتركيع الفلاح في الأرض. الفلاح ده مهنة. البنك ده اسمه بنك بينفذ السياسة الزراعية للدولة. معانا مداخلة تليفونية. مساء الخير يا فندم. مساء النور، برحب بحضرتك يا فندم في هنا الحقيقة. هنا الحقيقة. أنا أدين السياسة الزراعية. أنا مع حضرتك أن يكون فعلا معيار الكفاءة هو المعيار الحقيقي للاختيار. أوعدكم بأن احنا نسعى إلى الحقيقة كاملة ونستمر في فتح الملفات المهمة. هنا الحقيقة الثلاثاء والخميس في السادسة مساء على مصر الزراعية. برحب بحضراتكم مرة ثانية في الزراعية مباشر، وبفكركم ان ارقامنا موجودة دلوقتي عشان نتواصل مع بعض، وان الخط الساخن موجود طوال الاسبوع. من ضمن الشكاوى اللي احنا تابعناها عن طريق الخط الساخن واتحرر بيها فعلا مذكرة تم عرضها على الجهات المعنية او المسؤولة عن الموضوع، كان في شكوى من او طلب، هو ده كان طلب من محمد سعيد حسن، لانه كان عايز يحصل على ارض مستصلحة من الهيئة، واحنا فعلا خطبناهم، وان ان شاء الله طبقا لمواد القانون الهيئه هيتم الاعلان عن اراضي مطروحه للاستصلاح الزراعي. ممكن ان هو يتقدم لما الاعلان ان شاء الله يتم الافصاح موعده، ومن خلال الشروط يقدر ان هو يحصل على هذه الارض. معانا المهندس محمود فوزي رئيس لجنه المتابعه بوزاره الزراعه. اهلا وسهلا بك يا فندم. اهلا يا استاذ، اهلا بكم استاذ المشاهدين.
في مداخلة جات لي من مهندس عاطف من الشرقية، وهو بيقول ان هو عضو الجمعية العامة للائتمان الزراعي. كنا بنتكلم عن المحاصيل الصيفية اللي مقرر لها 3 شكاير، فقال ان في تعليمات بتجيله ان الحصة دي تتصرف على 3 مرات، وان ده بيسبب مشاكل في الصرف وارهاق على المزارعين. هل هناك تعليمات بصرف هذه الحصة بالطريقة اللي بيتكلم عنها دي؟ اكيد دي شكوى المهندس عاطف رئيس الجمعيه المشتركه في طاووس. ايوه مش كده؟ ايوه صح. طيب يعني انا في نفس مركزه حاليا، انا والاستاذ الدكتور محمد عطران وكيل وزاره الزراعه، واحنا الان بالاداره الزراعيه في طاووس. كان هناك تعليمات لصرف الاسمده للموسم الصيفي بشكارتين يوريا او 3 مطارات لحين الحصر الفعلي، ثم تعدلت الى شكاره واحده، ثم اليوم هناك اجتماع الان لمجلس الاسمده، وسوف تختار جميع المديرات بتعليمات الصرف الجديده اللي بيها يتم تخفيف العبء عن جميع المزارعين، وان شاء الله بنقبل ان معالي الوزير يصدر قراره باستمرار الصرف على الشكارتين للفدان لحين الحصر الفعلي. اما بالنسبه للمحاصيل الصيفيه المنزرعه حاليا في الحصر زي البطاطس، بيتم صرف جميع كميته لان الاسمده متوفره بالجمعيات، واحنا عايزين نخفف العبء عن الجمعيات وتخلص من الاسمده اول باول عشان ما تتحملش فوائد. فيعني المهندس لو هنا كان هناك لديه لبس في فهم اليه الصرف، علي ان يتصل بمدير اداره التعاون بطاووس او السيد مدير عام التعاون او السيد الدكتور وكيل وزاره الزراعه بالشرقيه، واحنا كلنا تليفوناتنا معلومه لديه ولدي الجميع وتحت امره في اي وقت. جميل جدا ان حضرتك وضحت النقطه دي، عشان احنا مش عايزين يحصل قلق عند المزارعين. حضرتك دلوقتي احنا من خلال وجودك معانا هو بالاتصال ان الكميات متوفره، هيتصرف شكارتين لغايه لما يتم عمل الحصر النهائي. تمام. جميل جدا. كان اتكلم برضو عن البساتين والخضار، وقال ان مفيش كميات مخصصات للبساتين ولا للخضار. لا، احنا بنصرف الخضار بحد ادنى 50% من احتياجاته. أيوة. وحسب المفتاح، بمعنى انه لو محصول له 6 شكاير بديله 3 شكاير، وبعدين اصرف المحاصيل الاستراتيجيه، وبعد ما انتهي من المحاصيل الاستراتيجيه اكمل حصه الخضر طالما حصتي متاحه. جميل جدا. لان مش معقول ان انا احرم محصول استراتيجي زي الذره او زي القمح في الشتوي، لا انا باخد منه الدقيق واعمل منه عيش الناس تاكل، وادي الفراوله او ادي الطماطم كامل حصتها، ودي محاصيل بشرهه للاسمده، لكن برضه ما بحرمهاش، بديها بس بديله 50%. وخاصة انه مزارع الخضار او مزارع الفاكهه ما يستخدمش حصة الاسمده مره واحده. ايوه، يستخدمها على دفعات. صح. فانا بشتغل معاه برضه على دفعات متتاليه حسب احتياجاته الفعليه. جميل جدا. ملف المبيدات حضرتك متابعه، وكان في تطورات في الفتره الاخيره دي، يا ريت تطمنا. الحقيقه انه في هناك تعليمات من معالي الدكتور سعيد بن خليل ابو حميد وزير الزراعه بمراقبه كافه مستلزمات الانتاج على مستوى الجمهوريه، وخليني اقول لك ان مش المبيدات فقط، لا والاسمده ايضا الحمد لله، يعني تعليمات معالي الدكتور تم تنفيذها، وايضا كنا في محافظه الشرقيه برفقه الدكتور محمد عطران وكيل وزاره، والاداره شرطه المسطحات المائيه واداره شرطه المسطحات المائيه بالشرقيه، وتمكنا من القبض على مصنعين اسمده لتصنيع الاسمده المغشوشه. وانا معايا لو حابب تعمل مداخله حاليا معايا العقيد احمد مهدي مدير شرطه المسطحات المائيه بالشرقيه، وما زلنا في الجوله، يا ريت برضه تعمل مداخله معاه ويقول لك عن يا ريت يا فندم. معايا سيادتك العقيد احمد مهدي، قناه مصر. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. سياده العقيد احمد مهدي من شرطه المسطحات المائيه، طبعا ارحب بحضرتك في البدايه في زراعي مباشر، وبشكرك على المجهود اللي تم بذله في الفتره الحاليه لمواجهه ظاهره الاسمده المغشوشه، ويا ريت تكلمنا عن هذه القضيه وايه النجاح اللي احنا قدرنا نحققه فيها. هو حضرتك المصنعين اللي اتمسكوا اسمده مغشوشه عباره عن اتربه واحجار مطحوره بتضر بالتربه الزراعيه اللي موجوده، والفلاح بيدفع فيها فلوس. أيوة. بتزود المعاناه عليه، الارض بتاعته بتبوظ، تحتاج اصلاح بعد كده. اللي احنا بنعمله ان احنا بنكافح القصه ديت عشان نمنع بوظان الارض بتاعتنا والمحافظه على الثروه الزراعيه ورفع المعاناه عن الفلاح في الحفاظ على ارضه. جميل جدا.
سيادة العقيد أحمد مهدي، أنا بشكر حضرتك يا فندم، ونتمنى أن هذه الجهود المبذولة تستمر علشان نقدر نقضي تماما على ظاهرة غش الأسمدة والمبيدات. ممكن يكون الفلاح المصري دايما بيقول أنا السماد مش مكفف أرضي، وهو ما بيبصش لنوع السماد اللي ممكن يكون بيضيفه الأرض، وبالتالي ما بيجيبش النتيجة المرجوة منه، وهو بيبقى فاكر أن الأرض محتاجة أكتر. زي ما احنا سمعين سيادة العقيد بيتكلم على أن أتربة وحجارة في هذه الأسمدة، وبالتالي لا تعود بالنفع على الأرض الزراعية. شكرا مرة تانية على المجهود المبذول للتغلب على هذه الأزمة. من ضمن الشكاوى اللي احنا تابعناها كانت شكوى باسم أحمد عبد النبي عبد العاطي، وأيضا هو من محافظة أسيوط، وكان بيتكلم عن التعدي على الأراضي الزراعية. عايز أقول لكم أن كده معانا مشكلتين من محافظة أسيوط، وكانوا بيتكلموا عن التعدي على الأراضي الزراعية، وفعلا احنا تابعناهم مع المسؤولين هناك، وهو كان بيتكلم على حوض أبو كلام غرب أسيوط، وتم اتخاذ كافة الإجراءات ضدها، وصدر بشأنها قرارات إزالة، وجاد التنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذها وإعادة الأراضي إلى طبيعتها الزراعية. أنا بشكر المسؤولين، ومن المهم جدا إعادة الأراضي الزراعية إلى طبيعتها وإعادتها منتجة مرة أخرى. معانا اتصال منين؟ معانا اتصال من محافظة الدهلية، أستاذ محمود أهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أستاذ محمود. ازيك يا سامح بيه، كل سنة وانت طيب. وحضرتك بالصحة والسلامة يا فندم. بالنسبة للقناة الزراعية العظيمة المحترمة، الناس اللي زي حالاتك شكرا، وصدر لجنة بعد معاناة 30 سنة أو 40 سنة. أيوه. فضل حاجة يعني بحضر. دلوقتي يا سعادة الباشا احنا دول قرنتين من أقدم كرة مصر. أيوه. زيان وقلبشه. أيوه. الأرض دي تم تجريبها بعد الثورة وقبل الثورة من سنة 2000 كانت بتتآكل، بس كانت بتتآكل بنوع بسيط. إنما النهاردة بعد الثورة قام التآكل فيها بشكل رهيب يا سامح بيه. أيوه. اتجرفت تماما، يعني اتجرف فيها حوالي 75%، وتحولت الأرض من أرض تزرع إلى كل المحاصيل الزراعية زي القمح، وكان فيها بعض الأراضي بتتعمل رز، وعلشان الأرض دي الـ50,000 دم دهم اتعمل مصنع بنجر سكر بلاس، يعني اتعمل المصنع خصيصا عشان الأرض دي سامح بيه. فبعد الثورة تم تجريف الأرض دي تماما، جات البلطجية بتاع النوادر، شالوا كمان الرمل، وطبعا الجمعيات والعشر جمعيات اللي هم بتوع الاستصلاح والمراقبة حولوا الأرض من أرض خصبة بتزرع كل المحاصيل. ده تم كله في فترة ما بعد الثورة يا حاج محمود. حاج محمود ده تم كله في فترة ما بعد الثورة، وما كانش فيه أمن، وكان فيه انفلات أمني. ماشي. هي كانت تتآكل أكل بسيط من 2000، ولكن بعد الثورة يعني النسبة زادت بنسبة 100%. طيب حضرتك تطلب بإيه دلوقتي؟ أنا عايز السيد الدكتور المحترم العظيم الأستاذ فريد أبو حديد يجينا يعمل لنا زيارة للأرض دي. الأرض دي بقى 30,000 أسرة، يعني الناس دي بقت على حافة الهوية. حاج محمود رسالتك وصلت، وانا بشكر حضرتك وهنتابع معاك برضو، واحنا عارفين ان معالي الوزير دائم الزياره لاهالينا في جميع المحافظات، بيسمع وبيشوف مطالبهم وبيحلها في اقصى سرعه، وبيتواصل معهم دايما، واحنا ان شاء الله برضو هنتواصل معاك. معانا حماده من محافظه اسيوط، اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل. مش يا فندم، انا رابع مره اتكلم على حضرتك بسبب التعدي على الاراضي الزراعيه. اتفضل حمادة، اتفضل اتكلم. ايوه يا فندم، انا ضربت اكثر من 40 شكوى يا فندم، وفعلا الازاله بتاعت يا فندم في جزيره المعاد ده، ومفيش طوبه واحده يا فندم هديتها. ليه بقى؟ مفيش يا فندم، مفيش ازالات من عامل خلص فصوص يا فندم. طب يا حماده، انا بتابع الشكاوي كلها، واحنا معانا مكتبات من المسؤولين. طب انا رابع مره يا فندم اكلمك على الشكوى دي يا فندم. طيب
انا عايز اقول لك ان في جدول زمني محطوط وتنسيق مع قوات الامن الكل يا فندم، ده ما زالش حاجه خالص يا فندم، لان في المحاضر بيبقى ليها ارقام وبيبقى ليها تواريخ لتنفيذها، فممكن يكون البناء على هذه الاراضي. انا عايزك تتكلم وكيل الوزاره يا فندم بسيط ويشوف ايه الحل يا فندم. حاضر، وبرضو ارجع للكنترول مره تانية عشان ناخد التفاصيل بالظبط ونتابع مع وكيل وزاره الزراعه محافظه اسيوط. لكن انا بطمنك وبطمن المشاهدين دلوقتي اللي بيشوفونا في الزراعيه مباشر ان في متابعه من القيادات داخل الدوله عموما وداخل وزاره الزراعه لتنفيذ كافه ازاله التعديات على الاراضي الزراعيه. لكن هذه الازالات بيبقى ليها جدول زمني مخصص علشان نقدر ان احنا ننسق مع قوات الامن ويبقى في تامين للقوات اللي نازله تزيل هذه التعديات. بطمنك ان كل واحد بنى على ارضه الزراعيه هيجي يوم وهيتم ازاله هذا التعدي، والهدف القومي الاكبر ان احنا عايزين نحافظ على الرقعه الزراعيه اللي موجوده دلوقتي. كل المزارعين اللي بيتصلوا بيا وبيشتكوا من التعدي على الاراضي الزراعيه عاوز اقول لهم اللي اتبنى دلوقتي هيتم التعامل معاه، لكن في المرحله دي عاوزين نحافظ على الارض الخضراء اللي موجوده دلوقتي اللي هيحاول يبني على ارضه الزراعيه. نحاول ان احنا نتبع معاه كل الوسائل، نحاول ان احنا نحمي ارضنا الزراعيه، نحاول ان احنا نبلغ عن البناء على الاراضي الزراعيه في بدايته علشان ما يبقاش امر واقع ويحتاج اجراءات ويحتاج وقت اطول من المسؤولين. نقف مع بعض كلنا ايد واحده علشان نحافظ على الرقعه الخضراء اللي موجوده دلوقتي في مصر. الحاج جاد من محافظه الاقصر، اهلا وسهلا حاج جاد. جاد الخطيب معك من الاقصر والله. اهلا وسهلا. الله يخليك يا بيه. والله بشكركم شكرا جميعا ان انتم القائمين على هذا البرنامج وخاصه الاستاذ احمد عبد الحميد. شكرا. البرنامج ده بيوصل صوتنا للمسؤولين والوقوف مع محل مشاكل الفلاحين كلها والله. الحمد لله. والله حضرتك انا بالنسبه انا حضرت اتكلمت حاجه سابقا بالنسبه للمكينة المخلفات الزراعيه بالجمعيه الزراعيه بالدير. ايوه. وعرضت المشكله دي في البرنامج منذ شهرين تقريبا. ايوه. وما فيش تم من رد المسؤولين حتى الان. اه. وبعد كده حضرتك رؤيت حضرة اللقاء اليوم المفتوح مع شافة المحافظ. أيوة معك. أيوم 17/2. أيوة. لكن فوجئت بالرد من المحافظ بيقول لي إيه بخصوص المكينة، إن المكينة دي تمها تحويلها إلى مركز ومدينة أرمن. أيوة. وبدل المحافظ ما يعاقب المسؤولين عن الإهمال والتقصير في إصلاح المكينة، دام بمعاقبة الفلاحين بالقارب نقلها إلى مدينة أرمن. طيب حاج جاد أنا عايز أقول لك إن إحنا تابعنا موضوع الفرامة. أيوة. دي وأنا فاكره كويس جدا. أيوة. والمسؤولين ومنهم سيادة المحافظ كان مهتم جدا إن هي تبقى موجودة عندكم، ولكن أيوة. سوء استخدامها في المكان اللي هي تم تخصيصه. أيوة. ليها أدى إلى تلفها، وبالتالي أيوة. المكان مش مؤهل لاستخدامها. احنا أيوة. تواصلنا مع المسؤولين عايزين بس اعادة تأهيل للمكان مرة اخرى، وهيتم توفير فرامة، والمسؤولين وعدينا ان هيتم تزويد الجمعية بالفرامة ومستلزمات اخرى لمساندة الفلاحين عندكم. انا بشكر حضرتك يا فندم. ايوه بيه حضرتك بيقولوا ان هي جاية بدون مستندات وشلوها خالص حضرتك. ايوه حجاد. هم بيقولوا المسؤولين حاليا بالرد معايا انا منهم بيقولوا ان ملهاش اي مستندات رسمية. أنا دلوقتي بكلم حضرتك وحضرتك عارف إن أنا كلامي صح، وإحنا أيوة. لمسنا منكم أهلينا كلهم في محافظة الأقصر الصدق والأمانة. فعلاً بقى. تم إتلاف هذه الفرامة لما أيوة. تركبت عندكم في الجمعية، وكان أيوة. المكان مش مؤهل لاستخدام هذه الفرامة. تمام. إعادة تأهيل المكان مرة أخرى، وهنشوف أيوة. المكان محتاج إيه علشان نقدر المسؤولين يزودوه بفرامة أخرى، ووعدوا إن هيبقى فيه مستلزمات أخرى غير هذه الفرامة. شكرا يا حاج جاد. بقول لحضرتك إيه؟ في مشكلة ثانية في عجالة والله لو سمحت، وهي الأساس في الموضوع. ممكن حضرتك تسمعني؟ سمعك، اتفضل يا حاج جاد. والله عندنا بالنسبة لتوزيع الأسمدة حاليا مدير الجمعية حضرتك ماسك رئيس وحدة ومدير جمعية ومدير مقبض وأمين خزينة ومدير عن الفرع الاستهلاكي، بيأثر على العمل في وقت واحد. يعني حضرتك بتشتكي ان مدير حاج جاد اسمعني، حضرتك بتشتكي ان مدير الجمعية بيتولى اكتر من منصب عندكم، لكن أيوة. انا عايز اسألك على وقعة معينة. احنا هنا أيوة. بنستقبل منك اي مشكلة نقدر ان احنا نحلها. حاج جاد أيوة. انا بشكرك على التواصل معايا، شكرا جزيلا، وبحييك وبحيي جميع اهالي محافظة الاقصر. حاج جاد كان كلمنا فعلا من شهرين على هذه المشكلة، مشكلة مكنة مخصصة لتدوير المخلفات الزراعية، وهي كانت فرامة. وفعلا احنا تابعنا المشكلة دي مع المسؤولين اللي في البداية بذلوا مجهود كبير جدا لتوفير هذه الفرامة، وفعلا حضرنا
تركيب هذه المعدة داخل الجمعية، ولكن تم التعامل معها بطرق غير سليمة. المكان ما كانش مؤهل لاستخدام هذه الفرامة، وبالتالي تلفت بعد تركيبها بحوالي 15 يوم. دلوقتي الفرامة تم نقلها إلى مكان آخر وبتعمل وبكفاءة. بنطالب منكم بس ان انتم في الجمعيه توفروا لنا المكان، وهيبقى في متابعه من الاداره الزراعيه في هذه المرحله للجمعيه علشان نقدر نمدها مره تانية بفرامه اخرى وبجميع الاجهزه اللي مطلوبه بالنسبه للاهالي في هذه المحافظه. الزراعيه مباشر مكملين معاكم ان شاء الله طوال الاسبوع من خلال الخط الساخن. نتمنى ان احنا نسمع صوتكم وارائكم. شكرا لكم والى اللقاء.